المرحلة دي رئيس مصر مسؤولية كبيرة. حضرتك الآن اللي هتحكم وهتقرر مين اللي يحكمنا. في ناس بتتعلق بالمرشحين عشان شعاراتهم وكلامهم، وفي وقت بتحتاج إنك تفصل بعقلك بين المرشحين وبرامجهم. لازم تعرف مين اللي هتنتخبه، تعرف حقيقته، تعرف برامجه. احنا زيك بالظبط، عايزين نقرأ برنامج كل مرشح. جه الوقت إنك تقرب أكتر من مرشح، إنك تشوفه بصورة واضحة. كل مرشح رئاسي هيتكلم قدامك بقلبه وعقله وانفعالاته. هندي لك فرصة تعرف مرشحك بشكل واضح وعلمي. عايزين نناقش ونفهم، عشان مصر داخلة على اختبار كبير قوي. نشوف قدام عينينا حوارات جادة بين المرشحين مع خبراء مع ناخبين. هيعمل المستحيل عشان يلف في دماغك ناحيته. هل احنا قدام مجرد وعود براقة أم برامج حقيقية؟ ده دورنا إن احنا نفهمك من يستحق أن يكون رئيس مصر المقبل. هنساعدك تعمل كده وهتقدر تختار، وده واجبنا لما تنتخب مصر الرئيس. أنت جزء مهم جدا من التجربة دي. في مصر تنتخب الرئيس، في مصر تنتخب الرئيس.